صباح الفل يا مستر محمد، صباح الفل وسمان، الله يخليك. ازاي حضرتك؟ ازيك تمام يا الحمد لله. شباب؟ ماشي يا مستر، اتفضل يا مستر. ماشي، هم شغالين دلوقتي بحلو. يا شباب، حد وصل لحل دي؟ طيب بون هتطلع بون تطلع بوان، صح، ممتاز ممتاز يا محمود. هنا خلي بالك، عشان هنبتدي بسمبليفاي اول واحده عشان تبقى واضحه معاكم. هنبتدي من لوج اي اوف بي سي. المفروض هنقسمها لكم لوجاريتم ال2، هتبقى لوج بي سي اوفر لوج اي. تمام. طيب لوج بي سي يا مستر المفروض هي عباره عن ايه؟ عن لوج بي بلس لوج سي. طيب هنا عندي المفروض اوفر كام؟ قلنا لوج ايه، هنعمل ايه؟ مالتبلاينج لوج ايه فوق وتحت. هتبقى عندي هنا 1 مالتبلاي لوج ايه بلوج ايه تحت يا مستر. ده كله هيتضاف في مين يا مستر؟ في لوج ايه. دي 1 في لوج ايه بلوج ايه. هنا المفروض ده كله عباره عن لوج بي بلس لوج سي اوفر لوج ايه. لما اضربه في لوج ايه هيبقى عندي لوج بي بلس لوج سي. نفس الكلام هنا يا مستر، هنفك دي. لا دي لما نفكها هتبقى مين يا مستر؟ لوج بي بلس لوج سي اوفر كام؟ اوفر لوج بي. تمام. هنعمل مالتي بلاينج لوج مين؟ لوج بي. هتديني لوج ايه بلس لوج بي بلس لوج سي. بنفس الكلام هنا هتبقى المفروض اوفر لوج سي. هنعمل مالتي بلاينج لوج سي، هتبقى لوج ايه اوفر لوج ايه بلس لوج بي بلس لوج سي. طيب لما نجمع يا مستر، هنا عندي المقام موحد، كل واحد هيبقى عند هنا هتبقى لوج ايه بلس لوج بي بلس لوج سي اوفر لوج ايه بلس لوج بي بلس لوج سي بكام؟ عندي ب 1. طيب يب. نعم. طب مستر محمد، هو احنا معلش ازاي فكنا اللي هي 1 اوفر لوج اي بي سي تاني كده؟ تاني حاضر، دي المفروض هتقسمها لكام لوجاريتم ال2؟ المفروض عندك لوج بي سي اوفر لوج البيز بتاعتي اوفر لوج مين؟ ايه. لوج ايه؟ تمام. طيب تمام. عندك لوج بي سي ده مالتبلاينج تو نمبر، هتبقى ايه عندي؟ ادينج لوج بي سي لوج للاساس بي. سي حولته تمام. البلس لباي، هتبقى لوج بي بلس لوج سي اوفر لوج ايه. وضحت معاك دي مستر؟ بس انا عملتها مستر، ده عملتها بطريقه ثانيه، عملتها بطريقه ثانيه، عملتها بطريقه ثانيه مستر. تمام. عملت ال1 ده لوج ايه، يعني ماشي. اول واحده لوج ايه، بعد كده اتفضل بس عشان الصوت يبقى واضح كده. اقول حمزه، حمزه عفوا يا حمزه، اتفضل يا حمزه. عملت يعني بقى حطيت مكان الوان الاول ده لوج ايه، والوان الثاني لوج بي اللي هم اللي تحت، الوان اللي تحت، الوان الثالث اللي تحت لوج سي، الوان الثالث لوج سي، لوج سي اوف سي اللي هو بيس سي والرقم سي، يعني لوج ايه اوف ايه، وحولت البلس لمالتبلاي. شباب لو سمحت بعد اذنكم، بس هنا لما هتكلموا مع بعضكم لا اوضح صوت محمود ولا اوضح صوت حمزه. تمام. محمد، ممكن حد يتفضل يكمل الفكره بتاعته؟ اتفضل يا حمزه. بعد كده يا مستر قلبت البلاس اللي تحت دي باي،
بعد كده بدأت لوجاريتم A باي لوجاريتم A B C، تانية لوجاريتم B و C A. تمام؟ لا تاني من الأول، عشان في حاجة هنا. أنت إيه الأساس اللي خليت عليه الوان اللي فوق أو اللي تحت بلوج A؟ اللي تحت عملت لوج A. تمام، ليه خليته بلوج A؟ المفروض يبقى لوج A اوف بي هنا بيز 2A برضه، عشان احول البلاس دي لباي. ها؟ عشان احول البلاس دي لباي، البلاس اللي تحت. يعني لوج واحده بس هنا A. تمام، والنمبر تمام. بتاعها A، يبقى لوج A اوف بيز كام A وفوق. تمام، وفوق زي ما هي. حولت بقى بلاس لباي، الوان هتقلب الوان، يعني الفراكشن ده هيتقلب. بلس تيجي فاي لوج A اوف A B C، جميل. تمام. ودي هتبقى لوج B اوف B C، ودي لوج A، ولوج لوج C اوف A B C. تمام. هقلب بقى الفراكشن. هتقلب الفراكشن، ممتاز برضه، فكرة صح. جميل. ده تعالوا احنا نتفق، خلي بالكم هنا ممكن يبقى معايا اكتر طريقة للحل. تمام، فانا عندي البرزنتيشن طبعا مجهز على طريقه حل معينه نستفاد منها ونستفاد من الفكره الثانيه. طيب محمود برضو نفس الفكره ولا في فكره ثانيه يا محمود؟ نفس الفكره. ممتاز. طيب يا ريت نشتغل على الثانيه دي كده معايا برضو 3 دقائق. يا مستر، دي المسألة الكامل انا اخدها عشان لسه داخل. الثانية الاولى فوق والثانية تحت. مستر، يا مستر،
اتفضل. هو بيقول لي اف واي بار 2 ايكوال ايه عشان مش واضح. اكس زد اند اي باور اكس ايكوال بي باور واي ايكوال سي باور زد زين بروف ذات لوج بي اوف اي ايكوال لوج سي اوف بي. تمام شكرا. اصلا مش مذاكر الكلام ده كله. يا شباب يا ريت نقفل كل يقفل المايك عنده وقت ما يحتاج المايك نفتحه. طيب اول حاجه هنبتدي من ايه؟ من a باور x equal b باور y equal c باور z. طيب هنا هناخد اللوغاريتم للثلاثه. هنا المفروض عندي باور هينزل ملتبل هيكون لوغاريتم، هتبقى x لوغاريتم a، الثانيه هتبقى y لوغاريتم b، الثالثه هتبقى z لوغاريتم c، والثلاثه ايكوال. هنستفاد من دي هنا بيقول لك y باور 2 ايكوال اكس زد، هي y اوفر اكس ايكوال زد اوفر مين؟ اوفر y. لا ال y دي يا مستر اول واحده هنا y اوفر مين؟ اوفر اكس. هنستخدم البروبوشن بتاع اللي هو هنا اللي فيه y ومين؟ واكس. لما نحتاج y اوفر x هتبقى log a over log b. طيب هنا زد يا مستر over y هنحتاج نعم خلاص تمام لا هنا لما نقول لك زد over y هتبقى log b over مين؟ log c. ده من خواص البروبوشن بتاعك. طيب هنعمل ايه هنا يا مستر؟ ما هتبقى عندي هي هنا عبارة طالما عندي تو لوجاريتم نقولهم ديفايدنج يا مستر، اللي من تحت هنعتبره البيز واللي فوق هنعتبره النمبر، هيبقى لوجاريتم بي اوف اي ايكوال لوجاريتم سي اوف بي، وده اللي انا محتاجه. دي تشتغل على دي مستر. اتفضل. هو ممكن تبعت الفايلات دي؟ تمام بعت ان شاء الله قبل ما نخلص. ماشي شكرا. وفي ريكورد موجود على مايكروسوفت ستريم. ماشي تمام. يا مستر هتبقى ايه؟ تبقى نمبر ايه؟ بالتعويض هتبقى احسن. تيجي بالتعويض يعني. ممكن تيجي بالتعويض مفيش مشاكل. طيب استفاد من طريقة الحل ممكن؟ طب سامح قدرت حل. هنا يا مستر اول حاجه هاخد البوشه بتاعي اللي هي 5 باور اكس ماينس 2 اوفر 3 ايكوال 4 باور اكس بلس 2 اوفر 4. هيبقى مين هنا؟ عندي 5 باور اكس ماينس 2 اوفر 4 باور اكس بلس 2 هتديني هي ايكوال 3 اوفر مين؟ 4. طيب هناخد اللوجاريتم هنا يا مستر للاثنين. بعد ما اخد اللوجاريتم للاثنين هنا عندي ديفايدنج هتبقى ماينس بتوين تو لوجاريتم، هنا هتبقى لوجاريتم 5 باور اكس ماينس 2 ماينس لوجاريتم 4 باور اكس بلس 2 ايكوال لوجاريتم 3 اوفر 4، ودي ممكن هنعملها برضو في الخطوات اللي جايه نفس الكلام ماينس.
طب هنا عندي باور يا مستر هيبقى ملتبلاين في اللوغاريتم هيبقى اكس ماينس 2 ملتبلاي لوغاريتم 5 ماينس هنا نفس الكلام هتبقى اكس بلس 2 ملتبلاي لوغاريتم 4 ايكوال لوغاريتم 3 اوفر مين اوفر 4. هنا عندي هنفك يا مستر هنضرب لوغاريتم 5 في البراكت ده هتبقى اكس لوغاريتم 5 ماينس 2 لوغاريتم 5 ماين هنا برضه نفس الكلام هنضرب لوجاريتم 4 في البراكت هتديني اكس لوجاريتم 4 ماينس 2 لوجاريتم 4 دي يا مستر طالما عندي ديفايدنج هتبقى ماينس بتوين 2 لوجاريتم هتبقى لوجاريتم 3 ماينس لوجاريتم 4. طيب هنا يا مستر لاحظت حاجه ان عندي هنا الاكس كومون فاكتور بتوين مين اكس لوجاريتم 5 وماينس اكس لوجاريتم 4 هناخد الاكس كومون فاكتور دول هوديهم من الناحيه الثانيه اللي هي هتبقى لوجاريتم 3 ماينس لوجاريتم 4 بلس 2 لوجاريتم 4 هنا بلس 2 لوجاريتم 5 مش واضحه بس. طيب هنا يا مستر هنختصرهم نعملهم سمبليفاي وبعد كده هنعمل ديفايدنج يبقى الاكس هتديني الفاليو دي كلها اللي هي 25.26. طيب اللي بعديها كده يا شباب مستر هتبقى دي احنا كده ازاي تيجي بالتعويض برضو بالتعويض برضو مفيش مشاكل في حد عنده دي غير التعويض هو ممكن يا مستر ال 3 باور A ماينس 2 باور 2 B هنودي النيجاتيف 2 باور 2 بي الناحيه الثانيه هتبقى 3 a هتساوي 2 باور 2 بي ناخد اللوج للطرفين جميل بعد كده يطلع معانا انا لسه ما كملتش يعني بس بقول الفكره تقريبا صح الفكره صح. طب ممكن نشرحها نوضحها كده طالما ماشي بس طيب هنا نفس الكلام اللي قاله زميلكم هناخد اول حاجه نبتدي من 3 باور a ماينس 2 باور 2 بي ايكوال زيرو هتبقى عندي 3 باور A equal 2 باور 2 B. طيب هي هتبقى مستر 2 باور 2 عبارة عن ايه؟ هنا هتبقى 2 باور 2 عبارة عن 4 هتبقى 3 باور A equal 4 باور B. هنعمل لهم باور 2 يا مستر عشان تبقى عندي 9 و 16 هتبقى 3 باور A باور 2 equal 4 باور B باور A باور 2 هتبقى 9 باور A equal 16 باور B. طيب هنا هناخد روت مين يا مستر هنا لو ركزتوا هنا 9 باور A over B. طيب قلنا الفريكشن ده عبارة عن ايه يا مستر عبارة عن الروت يبقى هنا عاوز ناخد روت B المين يا مستر لأول حاجة وصلتها أنا هتبقى روت B of 9 باور A equal root B of 16 باور B. هي عبارة عن 9 باور A over B equal هنا 16 هنا عشان الباور هيروح مع الروت يا مستر. نفس الكلام برضو هناخد نفس الخطوة دي هناخد root مين هنا يا مستر root A. الأولى دي هيروح root A مع الباور وهنا هتبقى عندي 9 equal 16 باور B over A. هنعوض يا مستر عن 9 هنا عندي باور A over B ب 16 ونعوض عن 16 باور B over A ب 9 هتبقى عندي كام 25. طيب نشوف دي كده
بي نمبر بي صح. طب ليه الواي ايكوال 3 باور اكس عملنا اللي هو الشيفت للفيرتيكال داون عشان هنا ماينص 1 صح ده فيرتيكال شيفتنج ممتاز. طيب لو هنا لو شفت على الجيوجبرا هتديني نفس الجراف بتاعت مين هنا نمبر بي. لا خلي بالكم لو عاوز واي باور واي ايكوال 3 باور اكس هي الجراف نمبر سي هي نفس الجراف هنا ماينس 1 عملت لها شيفتنج داون 1 يونت. طيب للاسف دي مش مشكله طيب للأسف دي محلولة هنا في البرزنتيشن فممكن نبص في حلها كده في الدكتير. هي الطريقة الأسهل ممكن نعوض بالتو بوينت في أي إيكويجن عندي وأختار منهم مفيش مشاكل بس الطريقة بتاعتي إيه ستيبس عندي موجودة هنا. واضحة ولا نوضحها يا شباب؟ تمام يا مستر. واضحة؟ اه تمام. طيب اللي بعديها كده مستر اتفضل ممكن نحولها كوادراتيك فورمولا. تمام هتحل كده يعني. ايوه بس انا عاوز نوصل لوج اكس الاجابه بالاله يعني ما اعرفش هي بالاله نعملها على طول ما انا عاوز الحل هتوصل للحل ولا لا مستر حضرتك باور ما تبقى نو سوليوشن يا مستر بي يا مستر بي لا يا مستر بي بي يا مستر لا بي غلط لا بي صح بي صح احنا قلنا نكمل الحل ما نوقفش. مع بعض انا هعملها على الكالكوليتر وتطلع لوج اكس ايكوال 5 ولوج اكس ايكوال نيجاتيف 1 فتعمل البيس ب 10 يبقى هنا هنعمل ايه تحليل هتبقى عندي لوج اكس ماينس 5 ملتي بلاي لوج اكس بلس 1 هناخد الكويشن دي ونحلها نسويها بالزيرو هتبقى لوج اكس ايكوال 5 ده هنا يا مستر هنحولها اكسبوننشال فانكشن تبقى هنا ال x عباره عن equal 10 باور 5 نفس الكلام هنا equal مين يا مستر؟ نيجاتيف 1 هي المفروض log x بلس 1 equal 0 هتبقى log x equal نيجاتيف 1 هنا ال x equal 10 باور نيجاتيف 1 اللي هي 1 over 10 يبقى السوليوشن عندي هي نمبر b. مستر ان الاي يقصد بيها نواة الايميجينري نمبرز ايميجينري نمبر
هتبقى 6. الإجابة الصح 6. طيب ممكن توضحيها كده؟ أول حاجة اللي هو هنعمل i minus i square over 1 plus i لكل 2x equal negative 6 4 اللي موجود عندنا. ف i power 2 بنيجاتيف 1 فهتبقى 1 plus 1 هتساوي 2. تمام. بعد كده 1 plus i هنحلها اللي هو ايه اللي هو نضرب في الكونجيجيت اللي هو بتاع 1 minus i. 1 minus i بالظبط. جميل. هتبقى 2 في 1 minus i over 1 plus i لكل 2 power x هتبقى بعد ما نعمل دي هتبقى 1 minus i power 2x. بعد كده هنعمل 2x دي هنحلها نعملها قوسين 1 minus i square في بار 2x. نيجاتيف 2i باور x. يبقى هنا الاكس عندي بكام؟ 6. جميل ممتاز. شوف اللي بعديه كده. هتبقى بي بس سي 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 مش بي صح. ممتاز. اول حل مستر الفكره هو هنا قال لي لوج 2 اوف اج لوج 2 ايكوال اكس وهنا لوج سي ايكوال مين واي. هنبتدي من هنا من اللي محتاجه هنا هنقسمها لتو لوجاريتم هتبقى لوجاريتم 12 اوفر لوجاريتم 18. دي عباره عن 12 يا مستر لوجاريتم 2 باور 2 اللي هي 4 ملتبلاي 3 هتبقى 2 باور 2 ودي تحت هنا عباره عن 2 ملتبلاي 9 هتبقى 2 ملتبلاي 3 باور 2. طيب هنا يا مستر تعالى ما عندي ملتبلاينج هتبقى ادينج بين تو لوجاريتم المفروض الاولى لوجاريتم 2 باور 2 قلنا الباور هينزل هتبقى 2 لوجاريتم 2 بلس لوجاريتم 3. هنا هتبقى عندي تحت نفس الكلام يا مستر لوجاريتم 2 بلس 2 لوجاريتم 3 هنشيل لوجاريتم 2 ونعوض عنها ب x ونشيل لوجاريتم 3 ونعوض عنها ب y هتبقى عندي 2x بلس y هنا over x بلس 2y. طيب الإجابة الصح دي اللي موجودة عندي اللي هي نمبر c. Thank you.
دي يا مستر نمبر دي. ممتاز. هنا نفس الكلام هناخد دي على مستوى اللوغاريتم 2 سايد اللوغاريتم 7 باور اكس ماينس 2 هنا اللوغاريتم 4 باور اكس بلس 2 عندي باور يبقى ملتبلاي في اللوغاريتم اكس ماينس 2 ملتبلاي لوغاريتم 7 هنا ايكوال اكس بلس 1 ملتبلاي لوغاريتم 4 نفس الكلام الباور يبقى ملتبلاي. طب هنا يا مستر هنضرب لوغاريتم 7 في البراكت هتبقى عندي اكس لوغاريتم 7 minus 2 لوغاريتم 7 equal x لوغاريتم 4 plus لوغاريتم 4. طيب هنا يا مستر هنجمع ال x في ناحية واحدة وهناخد common factor عندي ال x هتبقى لوغاريتم multiplying x multiply لوغاريتم 7 minus لوغاريتم 4. طيب الناحية الثانية يا مستر هتبقى عندي لوغاريتم 4 ونضيف هتروح الناحية الثانية positive 2 لوغاريتم 7 هنعمل dividing باي لوغاريتم 7 ماينس لوغاريتم 4 للتو سايد هتبقى اكس ايكوال لوغاريتم 4 بلس 2 لوغاريتم 7 اوفر لوغاريتم 7 ماينس لوغاريتم 4 هتديني 9.43. بس شيل ال ماشي حاضر التاب دي هتبقى دي نمبر دي هنا مسألة مباشرة ما فيهاش أي مشاكل. اللي هي على ال exponential growth. growth. بابي الدي. هنعوض على طول ما فيش مشاكل عندي ال A عبارة عن 16 multiply 1 plus C. هنا عندي ال percent بتاعتي أو rate 25% هتبقى 0.25. باور هنا اليرز عندي كام او الويكس كام 6 هنعوض عادي مفيش مشاكل هنا عايز الفاليو بتاعت الاكس تبقى 25 ممتاز هنا هنبتدي من اللوغاريتم مين لوغاريتم 5 اوف a ملتبلاي لوغاريتم a اوف x ايكوال 2 هتبقى لوغاريتم a اوفر لوغاريتم 5 ملتبلاي لوغاريتم x اوفر لوغاريتم a ايكوال 2 هنكنسل لوغاريتم a مع بعض تبقى لوغاريتم x over logarithm 5 equal 2 هي هي logarithm 5 of x equal 2 هنحول exponential function تبقى x equal 5 power 2 كام عندي ب 25 هنا مسألة على compound interest
تبقى بي يا مستر. يا مستر هو ده الجروب تبقى بي يا مستر 310. تمام مفيش مشاكل برضو نفس الكلام هنعوض. هنا مديني البيس بتاعتي كام 995.94 هنعوض عنها الاكس انا محتاجها يا مستر هنا 1+0.06 هنا عندي اليرز كام 20 years هنعوض عادي ونعمل simplify هتديني 310. هنا عاوز نعرف الجراف دي لأن واحد مستر ممكن ترجع الصفحة اللي قبلها تمام شكرا. تبقى y equal 5 over x مستر 5 over mean x x ايوه 5 اللي هي نمبر دي صح ايوه تمام دي لو قسمت على مين على جي جبر هتديني الشكل ده والاولى اصلا يعني في المسألة فاتت الاولى كانت اللي هي linear function دي الاولى linear function والتانية logarithmic function التالتة exponential الثالثة اكسبونشال ايه فانكشن تمام اكسبونشال تمام هحط ال 400 دي بدل ال 2 التي هتبقى اكس واكس مضروبه في الكوارتر باور 2 تطلع 31.25 اللي هي سي صح ايوه تمام دي صح تمام هي هتبقى باور 2 هنا نعوض عادي مفيش مشاكل شوف الدومين بس ارجع السلايد اللي ورا بس باذنك هنا هنعوض عن الاكس ب 500 تمام ودي هنعوض ايه 400 هتبقى تبقى باور 2 ونحل عادي مفيش مشاكل دي مستر هتبقى من 4 لانفينيتي بس الانفينيتي تمام ممكن توضحها كده بس المفروض الانفينيتي اوبن الانفينيتي اوبن ايوه في الانفينيتي اوبن تمام ممكن توضحها كده يا حمزه تبقى ايه محمد محسن ده بس محمد محسن اتفضل يا محمد محسن وضحها كده معلش عشان مستر الروت لازم يكون تحت بوزيتيف او زيرو جميل صح هنا نفس الكلام زي ما قال زميلكم اول حاجه المفروض الدومين هيبقى الاكس لازم تكون 4 ايوه يبقى هنا مور ذان اكس ماينس 3 مور ذان ايه 0 المفروض هنا من 3 ايوه تبقى المفروض الاكس تبقى 4 اور مور تمام هتديني هنا نيجاتيف الانترفيل دي هتديني نيجاتيف يبقى هنكنسلها من ايه من الدومين بتاعي هتبقى عندي نعم مستر بس الإجابة تبقى بي لا عندك من 3 ل 4 هنا اللوغاريتم هيبقى نيجاتيف وتحت الروت انا مش محتاج النيجاتيف في الفانكشن هتبقى نيجاتيف مفيش لوغاريتم نيجاتيف فيش روت لنيجاتيف 3 هتطلع 0 والزيرو من انفينيتي لنيجاتيف انفينيتي تمام مستر مش اكس ماينس 3 لازم تبقى مور ذان 0 جميل هتبقى أيوة. عندك هنا الاكس مور ذان 0 مستر ما هو قايل في ان اوبن سيت شباب
واحد بس يتكلم. الاكس مور ذان تمام، الاكس مور ذان 3 تمام. اكس مور ذان 3 يعني 3 مش معانا، يعني 3 اوبن لغايه بوزيتيف انفينيتي يعني ده اول جزء تمام. طيب هنا اللوغاريتم هيبقى نيجاتيف عندي لما يكون اقل من كام؟ اقل من واحد. معلش بس اقل من ايه؟ لو اقل من الواحد هو هو ايوه تبقى لو من 3 ل 4 يعني لو 3 مفتوحه وال 4 مثلا مفتوحه المفروض هتبقى فراكشن. جميل ايوه الناتج بتاعه هيطلع نيجاتيف فمش هينفع مش هتنفع عندي. جميل لا طيب هنا ده مش هتنفع يا مستر، يبقى المفروض هنا تبقى مور ذان ايه 4 تو انفينيتي. وضحت معايا؟ تاني معلش مستر في حاجه لحظه واحده ممكن ماشي. بص احنا اتفقنا اللوغاريتم بتاعه كام؟ اكس مور ذان ايه مور ذان ايه 3 تمام، ده اللي المفروض يشوت خلاص. يبقى هنا اللوغاريتم الدومين بتاعه اكس مور ذان ايه 3. هنا الاكس اللوغاريتم هيطلع نيجاتيف عندي من امتى يا مستر؟ لو اقل الفاليو بتاعته اقل من كام؟ من الواحد، هتبقى عندي فيكشن. يبقى هنا هنكنسل مين يا مستر؟ هنكنسل من مين؟ من 3 ل 4 هنكنسلهم من الدومين بتاعي، هيتبقى عندي كام؟ من 4 لانفينيتي. ده يبقى الدومين ليه؟ للفانكشن دي 4 لانفينيتي. ايوه عشان هنا ما ينفعش تحت الروت هنا نيجاتيف فاليو. واضح معايا محمود؟ واضح يا مستر. تمام مستر. طب مستر عندي سؤال برضو، هو لو كانت 1.5 على 3 اتفضل يا محمود الاول وبعد كده حمزه يرد عليه. ماشي اتفضل محمد. ماشي محمد معلش فريكشن ولا لا؟ نعم محمود خلاص خلاص تمام وصلت طيب بص حاجه يا مستر. اتفضل يا محمد مهندس. انا يعني المفروض لو هي مثلا 3.5 الروت هيطلع فراكشن، اللوغاريتم هيطلع فراكشن والروت يعني وهتطلع بالنيجاتيف تشرب بالنيجاتيف. تمام ممتاز بابي دي يا مستر. تمام مستر دي هتبقى بي. طيب دقيقة طب تفكر الناس جت ازاي؟ ما هو انت هتحوط بال واي ايكوال مستر. هو باختصار احنا بنعمل باور 2 يعني لو جبنا لو عملنا الفانكشن اللي هي اف اوف اكس هي اول حاجه المساله ممكن تتحل من لحظه واحده بعباره عن فانكشن. وانا عندي هنا بوينت 3 و27 اوفر 8 هنا ما هيبقى نيجاتيف 3 وده عباره عن ايه يا مستر؟ عن باور. يبقى هيعمل ايه الفريكشن؟ هيقلبه يبقى 8 اوفر 27 لحظه واحده صح؟ ايوه بالظبط ايوه صح كده بالظبط. لكن طريقه الحل هنا هنعوض بالبوينت عندي مفيش مشاكل، بس معلش عشان الصوره مش واضحه. هنا المفروض الفانكشن بتاعتي اف اكس ايكوال اي باور اكس، هنعوض بكام؟ بوينت 3 و 27 اوفر 8 هتبقى 27 اوفر 8 ايكوال اي باور 3 يبقى اي تمام. اي طيب بكام يا مستر؟ اللي هي ب 3 اوفر كام؟ 2 3 اوفر ايه؟ 2. هتبقى الفانكشن بتاعتي كام؟ اف اكس ايكوال 3 اوفر 2 باور اكس، هنعوض عن الاكس بنيجاتيف 3 هتديني 8 اوفر 27 تمام.
مستر هتطلع سي لا او بي بي. اصبر يا محمود لا اصبر يا محمود شوية. هتبقى بي يا مستر. طيب طلعت ب 11 years ولا approximately عشان هنا اقول لك exactly. لا approximately تطلع 11.2. ايوه انا طلعها 11.2. تمام ده مين الاقرب معايا؟ طلعت معايا 10.9 10.8. لا هي 11. ايوه 11 يا ترى معايا 11.2. ايوه انا بقول 10.9. ايوه هي الاجابه الصح هتبقى ابروكسيميتلي 10.9. ليه هنا هتطلع عندك الاجابه هنا كام يا مستر؟ 11.25. طب هنا يا مستر المفروض اكزاكتلي. طب هنا اكزاكتلي موجود الكلام ده؟ لا لكن ابروكسيميتلي اقرب لمين يا مستر؟ لو حبيت اجربها اقربها المفروض ايه يا مستر؟ ال 11. طب مين اقرب حاجه ال 11 عندي هنا؟ 10.9 نمبر دي. نعم ايوه في 11. ليه نختار 10.9؟ عشان 11 قايل لك اكزاكتلي اكزاكتلي بالظبط. معايا واضح معاك ولا لسه؟ واضح. نركز في الحتت دي حته بسيطه جدا ممكن تضيع مني الاجابه او الدرجه بتاعتك. انا لسه معلش ارجع تاني بس انا عايز اضحك. جاي يا مستر نمبر ايه صح؟ اوضحها بس عشان الستيشن خلاص بقى عليه 8 دقايق كده. هنا هنبتدي يا مستر من لوجاريتم بي اوفر 2 ملتبلاي لوجاريتم 2 اوفر بي ايكوال نيجاتيف 1. هنا طالما عندي يا مستر اوفر هتبقى عندي لوجاريتم بي ماينس لوجاريتم 2 ملتبلاينج دي نفس الكلام هتبقى لوجاريتم 2 ماينس لوجاريتم بي. طب التو براكت شبه بعض يا مستر هناخد نيجاتيف 1 كومون فاكتور للبراكت الثاني هيبقى عندي نيجاتيف ملتبلاي نيجاتيف 1 ملتبلاي لوجاريتم بي ماينس لوجاريتم 2 ملتبلاي لوجاريتم بي ماينس لوجاريتم 2 ايكوال نيجاتيف 1. هنا النيجاتيف هتكنسل مع الاثنين هتبقى عندي
هنا بلاكت لوجاريثم بي ماينس لوجاريثم 2 باور 2 إيكوال 1. طيب هناخد ايه هنا يا مستر؟ هناخد الروت. لما هناخد الروت هتطلع عندي المفروض الفاليو بتاعت ال 1 بوزيتيف 1 او نيجاتيف 1، يبقى عندي هنحلها على خطوتين. طيب لما لو إيكوال 1 يا مستر هي هي لوجاريثم بي ماينس لوجاريثم 2 إيكوال لوجاريثم ال 1 ده كام؟ لوجاريثم 10 للبيس 10. طيب أيوة. هتبقى طيب. عندي في حد بيتكلم؟ لا بقول تمام يا مستر افهم. طيب هنا عندي لوجاريثم بي، هنخلي لوجاريثم بي في ناحيه واحده ونودي نيجاتيف لوجاريثم 2 الناحيه الثانيه، هتبقى عندي لوجاريثم بي ايكوال لوجاريثم 10 بلس لوجاريثم 2. طيب هنا عندي بلس يا مستر، هتبقى عندي ملتبلاي ب 2 نمبر، هنا هتبقى ايكوال لوجاريثم 20، يبقى البي بكام عندي هنا؟ ب 20. هنا نفس الكلام يا مستر لمين؟ للوجاريثم بي ماينس لوجاريثم 2 ايكوال نيجاتيف 1، هنخلي لوجاريثم بي في نفس الناحيه ايكوال لوجاريثم 2 ماينس هنا لوجاريثم نيجاتيف لوجاريثم ايه 10، عشان هنا قلنا ال 1 عباره عن ايه يا مستر؟ عن لوجاريثم 10 للبيس 10. طيب نفس الكلام هنا عندي ماينس هتبقى ايكوال لوجاريثم 2 اوفر 10 اللي هي لوجاريثم 1 اوفر ايه 5، يبقى البي عندي كام هنا؟ ب 1 اوفر 5 اللي هي نمبر A. المسألة بسيطة جدا هنا عاوز. طيب بس بعد ما كايو هنا عندي ريفليكشن للتو جراف وبسيطة جدا واحنا وضحناهم في اول سيشن لو فاكرين. ايش هتبقى y equal x على الواي على الواي اكس. هنا ريفليكشن على هنا حول يمين الواي اكس تمام. طيب مستر ممكن ترجع الرسمه ثاني؟ هو كده ريفليكشن على الواي. ايوه ريفليكشن على الواي على الواي اكسس. هنا يا مستر لو 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 ممكن نبسطها بشكل ثاني، ال1 اوفر 2 عباره عن ايه؟ عن 2 باور نيجاتيف 1 ملتيبلاي اكس يبقى 2 باور نيجاتيف اكس. هنا لما نغير في الساين بتاعت الاكس ده ريفليكشن حول مين؟ الواي اكس. هتبقى 2 يا مستر. هتبقى الام ب 2 صح. طيب هنا هنبتدي طالما عندي ملتبلاينج هتبقى ادينج بين تو لوجاريثم، هتبقى لوجاريثم بي اوف بي طيب بلس لوجاريثم بي اوف سي باور 2 بلس لوجاريثم هنا دي برضه نفس الكلام لوجاريثم c of b باور 2 بلس لوجاريثم c of c. طيب دي عندي هنا هنلاحظ ان اول حاجه لوجاريثم b of b بكام؟ ب 1. لوجاريثم c of c بكام؟ برضه ب 1. عندي هنا هنجمعهم يا مستر هتبقى كام عندي؟ هنا هننزل هنجمعهم يبقى 2. طيب هننزل هنا الباور عندي هتبقى 1 بلس 2 لوجاريثم c of لوجاريثم b of c بلس 2 لوجاريثم c of b بلس 1 هتبقى عندي 2 وهناخد ال 2 كومون فاكتور يبقى هنا الام عندي بكام يا مستر؟ ب 2. هنا نفكر في دي بعد دقيقتين عشان بعد السيشن كده.
هاف وتو. هاف وتو. طيب نوضحها كده بس شباب عشان مع الديسيشن. مستر هنبتدي من عندي من x باور لوغاريتم x over لوغاريتم 8m minus لوغاريتم 4m. طالما عندي minus يبقى هنا يا مستر dividing the two number هتبقى ال x باور لوغاريتم x over لوغاريتم 8m over 4m. هتبقى عندي العبارة عن لوغاريتم كام 2 equal كام هنا equal 2. هتبقى هنا ال x equal لوغاريتم x باور لوغاريتم x over لوغاريتم 2 equal 2. هنا هناخد اللوغاريتم للتو سايد يا مستر تبقى لوغاريتم x باور لوغاريتم x over لوغاريتم 2 equal لوغاريتم 2. هنا عندي باور يا مستر هبقى ملتبلاين في اللوغاريتم هتبقى لوغاريتم x over لوغاريتم 2 ملتبلاي لوغاريتم x equal لوغاريتم 2. لا هنا هنضرب يا مستر هتبقى لوغاريتم x باور 2 equal لوغاريتم 2 باور 2. هناخد الروت يا مستر ولما ناخد الروت ما ننساش مره هناخده بالبوزيتيف ومره هناخده بايه بالنيجاتيف. بالبوزيتيف هتديني هنا عندي لوغاريتم x equal لوغاريتم 2 يبقى الاكس بكام عندي ب 2. هنا لما هاخده بالنيجاتيف يا مستر لوغاريتم x equal نيجاتيف لوغاريتم 2 هنا النيجاتيف هيبقى باور عندي يبقى تبقى لوغاريتم 2 باور نيجاتيف 1 اللي هي لوغاريتم الهاف يبقى الـ x عندي بكام هنا يا مستر بهاف يبقى الإجابة الصح بتاعتي اللي هي 2 and half اللي هي number A. طيب الـ presentation هنبعت عليكم في المسائل المهمة اللي احنا رجعناها مع بعض وفي مسائل تانية ممكن تشتغلوا عليها عادي وإن شاء الله بإذن الله تعالى يا مستر بعت لنا الباوربوينت نفسه ما تبعت لناش اللينك. نعم الباوربوينت هبعته لكم النهاردة والريكورد هتلقوه موجود برضو على ايه على مايكروسوفت ستريم.